السلام عليكم. اليوم نروح الولاية المدية لنعرفكم على المشروع نتاع الطريق الاجتنابي الجديد اللي سوف يسلم جزء منه لحركة المرور. إذن وهذا الطريق يعني من نوع طريق سريع بطول 23 كيلومتر، يعني تم إنجازه من طرف شركة خواص في ولاية مدية وتحت إشراف مكتب المراقبة لولاية مدية. إذن هذا المشروع تم تسليم جزء منه والجزء الآخر مازال قيد الأشغال. إذن نخليكم تتابعوا هذا الفيديو. السلام عليكم. مشروع الطريق الاجتنابي الشمالي لمدينة المدية يوضع حيز الخدمة في شطره الأول لفك الخناق على حركة المرور التي تعرف ازدحاما كبيرا وسط المدينة. هذا المقطع يمتد على مسافة 1.4 كيلومتر. المقطع هذا يندرج في إطار مشروع إجمالي يقدر ب 11 كيلومتر. هذا الطريق كذلك سيسمح لنا بربط الطريق الوطني رقم 18 على مستوى كل من بلدية حربيل العمرية وصولا إلى حناشة، ومنه كذلك الربط مع الطريق الاجتنابي الرابع. بدينا في بداية تقريبا في نهاية سنة 2022، واللي هي حصة معالجة الانزلاقات وكذلك إنجاز أشغال التسطيح والرجوم وكذا. وعندنا الحصة الثانية حصة إنجاز جسم الطريق اللي كل ما يخص التعبيد الطبقة السفلية لجسم الطريق والمنجز من طرف المؤسسة العمومية الاقتصادية لو بي اس. بالإضافة إلى أهميته الاقتصادية والتنموية، سيعطي هذا الطريق الاجتنابي الشمالي دفعا قويا للحركة السياحية بالولاية. سوف يقوم بتحويل حركة المرور خاصة الوزن الثقيل من مدخل طريق السيار شمال جنوب نحو الطريق الوطني رقم 18 على مسافة 11.5 كيلومتر. الهدف الثاني هو فتح الجهة الشمالية لمدينة المدية للاستثمار، لأن من محفزات الاستثمار هي القواعد الهياكل القاعدية تتمثل في الطرقات. كذلك هناك هدف أساسي وممكن المشاهد الكريم يشاهد ورائي في الصورة، نحن في الجهة الجنوبية لحضيرة الشريعة التي تتلاصق مع جبال الشفة إلى غاية الحدود الإقليمية لمدينة عين الدفلة، وهي منطقة سياحية بامتياز لأن هذا الطريق يربط مباشرة بالطريق الوطني رقم 62 الذي ممكن نتاخذه نوصل به إلى غاية بحيرة الضايا اللي هي محمية طبيعية ومنطقة سياحية بامتياز. الطريق الاجتنابي الجديد يندرج في إطار المخطط المروري العام الذي سطرته ولاية المدية لضمان انسيابية في حركة المرور.